وبعدين جاب لك عقوق الوالدين. الله، ده الخلية الأولى اللي بيواجهها الإنسان، الخلية الأولى اللي هم السبب المباشر في إيجادك، لأن أول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا أوليا لوجودك. بلدك ما شفتهاش وديا إيه ودي شفته، يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاي عشان إيه؟ إذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره، تقوم ده يدلنا على إيه؟ على أنك تحفظ الجميلة لمن كان سببا في إيجادك. طب لما ترقيها بقى، واللي أوجد أبوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك، وبعدين تودها فين؟ لا يمكن أن تكون لها نهاية إلا أن تتصل بمن لا نهاية له.